انا سعيده بوجودك معانا لاكتر من سبب. اولا انا فامنست جدا، فانا بحب النماذج يعني النسائيه المضيئه. انت بطله رياضيه وليكي كواليس كتيره جدا هنتكلم فيها، ولسه لحد دلوقتي مش فكره الرياضه علاقتك بيها انتهت كلاعبه، لا انت لسه مكمله وبوزيشنز تانية وعملتي دكتوراه. فخلينا نبدا اصلا من امنيه، خلينا نبدا من هنا. خلينا نقول صباح الخير وبونجور فعلا عليكي. سعيده جدا ان انا معاكي في قناه الاهلي، ودي من احلى الحاجات اللي بتعملها قناه الاهلي دلوقتي، ان هي برضو بتعمل سبوت على الالعاب اللي غير كره القدم، مع ان الكيان نفسه كيان قروي، ولكن السبوتس على الالعاب الفرديه صحيح. دي حاجه جميله وحاجه تشرفنا كلنا. امنيه ببساطه يعني بدايه من نادي الشمس، لعبت باليمائي وتدرجت السباحة في منتخب مصر السباحة، أفضل 10 لاعبين على مستوى العرب في السباحة وبطل البحر المتوسط، وانتقال بعد كده مفاجئ للخماسي الحديث مع مفاجآته بقى. ابتديت أولي مع الخماسي الحديث، كنت أول كابتن فريق وأول لاعبة بتحصل على ميدالية عالمية. ده هنا كان عندك كام سنة بقى دي تحديدا؟ كانت أول تجربة بقى، يعني والدتي الله يرحمها حبت في انتخابات مجلس إدارة نادي الشمس إن هي تبرز الميداليات بتاعتي بس بشكل مختلف تماما، فراحت عاملة لوحة وراحت حط عليها ميدالياتي كلها، وأنا فوجئت باللوحة أصلا ساعتها. بس يعني انتي عارفة انها حلوة كرييتيف جدا. هي كانت طريقة دعاية مختلفة وجديدة، لأن أنا لازم أتحرك في المكان كله في النادي كله، وهي كانت عايزة تبقى الناس بتعرف برضو تعمل ليها دعاية، فكانت طريقة دعاية قوية لوالدتي الله يرحمها. لكن أنا بحب جدا اللوحة ديت لأن هي تعبها، هي اللي فضلت تعلق كل بس ما واحدة شاء منهم. الله يكمل الميداليات ده بقى. ما هي ده تاريخ بقى من البداية خالص، يعني يعني هي نقت أخذت كل الشنطة بتاعتي وراحت واقفة وحطها. طبعا هي في جزء لسه ما اتعلقش لأن لقيت كان ناقص الموضوع لها حتة كبر، كمان. الموضوع كان وسع قوي. وسع قوي يعني، فلكن الحمد لله دي بداية، دي حصيلة ميداليات سواء أفريقية أو عربية أو عالمية على مدار السنين كلها. على مدار سنين، من الباليه للسباحة للخماسي الحديث اللي أنا بس يعني انتي يعني